أهلا بكم في درس جديد من دورة تعلم الجافا سكريبت. سوف نتكلم في هذا الدرس عن كيفية تضمين ملف خاص في الجافا سكريبت إلى بروجكت معين مستخدما بذلك أكثر من طريقة. طبعا طريقة التحميل تعتمد على استخدام كلمات مفتاحية منها الأسينك والديفر، أو أن نقوم بالتحميل بشكل مباشر دون استخدام أي من هذه الكلمات المفتاحية. مع استخدام هذه الكلمات طريقة التحميل سوف تختلف وسوف تتأثر، وذلك من خلال المعالجة، مما ينعكس ذلك على التنفيذ الخاص بهذا البروجكت. دعونا نقوم بالذهاب إلى ملف الكود للقيام بالشروحات. من هذه الكلمات التي أستطيع استخدامها هي الدفر أو الأسينك أو القيام بالتحميل بشكل مباشر. لبيان الفروقات دعوني أقوم هنا بإنشاء تاب مثلا بهذا الشكل. نقوم بالتحديث فنرى هذه المعلومات. بداية أبدأ بمعالجة الـ HTML كما نرى هنا HTML Parsing، وعندما أصل إلى الكود الخاص بالجافا سكريبت ابتداء من هذا التاب والذي هو سكريبت، توقف عن معالجة الـ HTML وأقوم بتحميل الملف وجلبه، وبعد أن أقوم بجلب الملف الخاص بالجافا سكريبت أقوم بتنفيذه بشكل مباشر في حال استدعاء، ومن ثم أكمل في معالجة الأكواد الخاصة بالـ HTML. بينما إذا قمت باستخدام هذه الكلمة المفتاحية والتي هي الـ Async، ففعليا أقوم بالعمل على التوازي وأقوم هنا بالاستمرار في معالجة الـ HTML وأقوم إضافة إلى ذلك بتحميل الملف الخاص للجافا سكريبت، ولكن عندما أقوم بالتنفيذ أتوقف هنا في معالجة الملفات الخاصة بالـ HTML وأقوم بتنفيذ الملف الخاص بالجافا سكريبت، ومن ثم أقوم هنا بإكمال المعالجة الخاصة بالـ HTML. بينما إذا قمت باستخدام هذه الكلمة والتي هي defer، ففعليا أقوم بالتنفيذ في النهاية وأقوم هنا بالعمل بشكل متوازي، فأقوم بتحميل الملف الخاص بالجافا سكريبت وذلك إلى جانب معالجة الأكواد الخاص بالـ HTML، ومن ثم في النهاية أقوم بتنفيذ الكود الخاص بالجافا سكريبت. نرى هنا أن استخدام هذه الكلمات المفتاحية يؤثر على التنفيذ، ففعليا إذا كان لدي أكواد موجودة هنا بالـ HTML وكانت هذه الجافا سكريبت تعتمد عليها، فهنا سوف يتولد خطأ، وذلك لأن هذا التنفيذ يصبح معالجة هذه الملفات الضرورية. بينما إذا كانت هذه الملفات موجودة هنا فالأسينك تعمل دون أي مشكلة، لأنها فعليا تعمل على التوازي، وأستطيع هنا عندما أقوم بتحميل هذه الملفات أقوم بجلب الملفات الضرورية إذا كانت موجودة في هذه المكان وأقوم بعدها بالتنفيذ. والحالة الأسلس والأسلم هي أن أقوم باستخدام الدفر، فالتنفيذ يكون في النهاية، وأضمن بذلك أنه تمت معالجة الملفات الخاصة بالـ HTML بشكل كامل، وأي معلومات تلزمني وأقوم باستخدامها عند الجافا سكريبت سوف أضمن أنها موجودة ولن يكون هناك نقص في هذه الداتا. دعونا نقوم بذكر مثال عملي وذلك للتوضيح. هنا مثلا بدلا من هذا، بداية سوف أقوم بإنشاء ملف سكريبت، فهنا سوف نقوم بتسييبه، نقوم بجعله جافا سكريبت مثلا تيست، وهنا سوف أقول قم بإنشاء متحول لنقول مثلا element يساوي document get element by id، ونقوم هنا بذكر id معين ليكن مثلا paragraph بهذا الشكل، وبعدها سوف أقوم بالتأكد. طبعا هنا قمت بالاعتماد على كود موجود في HTML وذلك لربط التنفيذ الخاص بالجافا سكريبت هنا مع هذا الكود، فإذا وجد هذا id قام بالإكمال وتنفيذ هذا الشرط، وإلا فلن أحصل على أي خارج. دعونا هنا نقوم بما يلي. إذا كانت هذه الإلمنت لا تساوي النل، فهنا قم باستدعاء الألرت وقم بجلب القيمة الخاصة والتي هي text content بهذا الشكل. دعونا الآن نقوم بالتنفيذ. هنا سوف أقوم بكتابة السكريبت بهذا الشكل، ونقوم بجلب هذا الملف والذي هو test2. الآن دون استخدام أي من هذه الكلمات المفتاحية، في حال قمت هنا بكتابة هذا الباراجراف، يعني أقول id يساوي paragraph، وقمت هنا بجلب هذه الداتا لنقول بهذا الشكل، فسوف نرى أنه لا يقوم بإظهار هذه الرسالة والتي هي الألرت، وذلك لأن هذا الكود فعليا سوف يتم تنفيذه بعد الانتهاء من تنفيذ هذا الملف. فهنا سوف أقوم بتحميل هذا الملف وتنفيذه، ثم أقوم بالاستمرار بمعالجة الأكواد الخاصة بالـ HTML. لذلك إذا قمنا هنا بالتحديث نرى أنه قام بطباعة العبارة هنا، ولكنه لم يقم بإظهار أي alert. ولكن إذا قمنا هنا بكتابة الكلمة sync فسوف نرى أنه بالإضافة لجلب هذا الملف والقيام بتنفيذه،
وهنا على التوازي سوف يعمل على ترجمة هذه الأكواد، وبالتالي سوف يقوم بتحسس هذا التاج ويقوم بجلب القيمة الخاصة به. لنرى الآن، أقوم بالتحديث فنراها بهذا الشكل. وبالمثل عندما أقوم باستخدام ديفر أيضا تعمل دون أي مشاكل بهذا الشكل. الآن من أجل إظهار الفروقات بين الديفر والأسينك، فهنا عندما أقوم باستخدام الأسينك على كود كبير ففعليا قد يلزمني ذلك الكثير من الوقت للإنهاء من تنفيذ هذا الكود، وسوف أقوم بجلب هذا الملف الخاص بالجافا سكريبت قبل الانتهاء من تنفيذ الأكواد المطلوبة في الـ HTML، وبالتالي ربما لن أقوم بالوصول إلى هذا التاج الخاص بهذه المعلومات المطلوبة عنده. فمثلا دعوني أقوم هنا بإضافة تاج. قم أولا بالذهاب هنا على سبيل المثال لنقول نقوم بالذهاب إلى الويكيبيديا ونقوم بتحميل هذه التكست كود فقط من أجل إضافتها كبلين تكست موجودة في هذا الملف الخاص بالـ HTML. هنا نقوم بإضافة تاج أيضا باراجراف بهذا الشكل ونقوم بإضافة هذا التكست. أعتقد الآن أنه ما زال هذا التكست إلى حد ما صغير، وما زالت السينك تعمل دون أي مشاكل، وأستطيع القيام بجلب هذا الملف وأيضا تحميل الكود الخاص بالـ HTML بآن معا. لنرى الآن، أعود هنا وأقوم بالتحديث فنراها بهذا الشكل. لا مشكلة، سوف أقوم الآن بنسخ هذا الكود والقيام بلصقه أكثر من مرة، وذلك من أجل جعل العمل على الأكواد الموجودة في الـ HTML تحتاج إلى وقت أكواد للتنفيذ. فنقول هنا، دعوني أقول مثلا، وأيضا هنا، وهنا، وهنا. لنرى الآن، أقوم الآن بالتحميل وما زالت تعمل. سوف أقوم بنسخها أكثر من مرة، دعوني أقوم بنسخها هنا والقيام بطباعتها هنا أكثر من مرة. الآن إذا قمنا بالتنفيذ سوف نرى أنه أصبح الكود الآن كبير جدا، وجلبه يستغرق بعض الوقت. لا أستطيع من خلاله الوصول إلى التاج الخاص بالباراجراف وجلب المعلومات الخاصة واللازمة لعمل الألرت بهذا الشكل كما نرى أماما. ولكن إذا قمت هنا بالذهاب إلى الأعلى، يعني أقوم بالذهاب إلى الأعلى هنا وقمت باستخدام الكلمة المفتاحية ديفر، فسوف نرى أنها تعمل دون مشاكل، لأنه كما رأينا التنفيذ الخاص بالديفر يعتمد على جلب المعلومات وتحميل الملف الخاص بالسليب وأيضا معالجة الأكواد الخاصة بالـ HTML ومن ثم تنفيذ الكود الخاص بالسكريبت، لذلك سوف تعمل دون أي مشاكل. إذا قمنا بالتحديث فنراها بهذا الشكل. هذه هي أهم الفروقات التي أستطيع من خلالها التعبير على الكود الخاص بي، والذي على أساسه كما رأينا يتأثر التنفيذ استنادا لذلك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم، تعرفنا فيه كيفية تحميل الملفات الخاصة بالجافا سكريبت بأكثر من طريقة، وذلك إما باستخدام الأسينك والتي تعتمد على العمل المتوازي، فأقوم بتحميل الملف والعمل على ترجمة الأكواد الخاصة بالـ HTML، ومن ثم عند تنفيذ الكود سوف أتوقف عن معالجة الـ HTML ليستمر بعد التنفيذ بمعالجتها. بينما في الديفر سوف أقوم بجلب الملف الخاص بالجافا سكريبت وأقوم بمعالجة الداتا الخاصة في الـ HTML بشكل كامل، ومن ثم في النهاية سوف أقوم بالتنفيذ. بينما دون استخدام هذه الكلمات المفتاحية سوف أتوقف عن معالجة الملفات والأكواد الخاصة بالـ HTML في حال كان هناك ملفات في الجافا سكريبت علي القيام بجلبها وتنفيذها. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.